بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة هنتكلم عن موضوع بعنوان أدوات الرعاية. أدوات الرعاية، نقرأ كده جزء من سفر الأمثال الإصحاح المشهور اللي بيتكلم على المرأة الفاضلة، وبعدين نتكلم على موضوع أدوات الرعاية. إصحاح 31 من أول عدد 10 يقول: امرأة فاضلة من يجدها؟ لأن ثمنها يفوق اللآلئ، بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة، تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها، تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راضيتين، هي كسفن التاجر تجلب طعامها من بعيد، وتقوم إذ الليل بعد وتعطي أكلا لأهل بيتها وفريضة لفتياتها، تتأمل حقلا فتأخذه وبثمر يديها تغرس كرما، تنطق حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها، تشعر أن تجارتها جيدة، سراجها لا ينطفئ في الليل، تمد يديها إلى المخزل وتمسك كفاها بالفلك، تبسط كفيها للفقير وتمد يديها إلى المسكين، لا تخشى على بيتها من الثلج لأن كل أهل بيتها لابسون حللا، تعمل لنفسها موشيات، لبسها بوص وأرجوان، زوجها معروف في الأبواب حين يجلس بين مشايخ الأرض، تصنع قمصانا وتبيعها وتعرض مناطق على الكنعاني، العز والبهاء لباسها وتضحك على الزمن الآتي، تفتح فمها بالحكمة وفي لسانها سنة المعروف، تراقب طرق أهل بيتها ولا تأكل خبز الكسل، يقوم أولادها ويطوبونها، زوجها أيضا يمدحها، بنات كثيرات عملن فضلا، أما أنت ففقت عليهن جميعا، والمجد لإلهنا إلى الأبد آمين. زي ما شفنا المرأة الفاضلة دي واحدة شغالة طول الوقت وبتستخدم كل الأدوات اللي في إيديها، تدور إزاي الاحتياج عامل إيه وإزاي إن أنا أوفي الاحتياج ده بالنسبة للناس اللي حواليا. النهاردة هنتكلم على 4 أدوات لازمين لأي إنسان بيرعى، إذا كان أب أو أم أو أي مكان مسؤول عن آخرين. يعني الأدوات الأربعة دول هما: أول حاجة أداة السلطة، تاني حاجة أداة الإقناع، ثالث أداة اسمها أداة الدالة، ورابع أداة اسمها أداة الصلاة. 4 أدوات مهمين في يد المرأة الفاضلة: السلطة، الإقناع، الدالة، الصلاة. الحاجة الأولانية أو الأداة الأولانية هي أداة السلطة. الراعي دايما في إيده عصاية، وإحنا نقول في المزمور: عصاك وعكازك هما يعزيانني. العصاية دي بتأدي وظيفة السلطان بالنسبة للراعي، إنه يقدر يستعملها علشان يحوط على الغنم، ويقدر كمان إن هو يعني يضغط على واحدة من الغنمات عشان ما تروحش وما تبعدش عنه. يعني السلطة أو العصا بتاعت السلطة دي ليها مميزات معينة عشان نفهمها ونستعملها صح، لأن كل أداة ممكن يساء استخدامها فتأذي، فعشان كده لازم عارفين كل أداة من دول أولها فين وأخرها فين. أي حاجة بزيادة أو بنقصان تؤدي إلى نتيجة عكسية. يعني أول حاجة، إيه معنى الأداة دي، أداة السلطة دي؟ أداة السلطة أول استخدام ليها هو تعريف بالمبادئ والقوانين، إيه الصح وإيه الغلط، إن ده يبقى متقال ومعروف ومفهوم. البلد، أي بلد، بتعرف الناس اللي فيها إيه الحدود بتاع كل حد، حدودك في الشارع عاملة إزاي، حدودك في العمل عاملة إزاي. السلطة هي اللي بتعطي هذا الحق، الشخص المسؤول بيعرف للناس الحدود بتاعته. يبقى الأم بتستعمل الأداة دي عشان تعرف ولادها إن دي الحدود ودي المبادئ، فين البدايات وفين النهايات. الحاجة التانية، إن مادام أنا بعرف الحدود بالسلطة، فبالتالي السلطة دي لازم يتعرف معاها العواقب
بتاعت كسر الحدود. يعني لما تتجاوز الحدود دي أو لما يحصل الحاجة دي وراها في عواقب معينة بتحصل. والكلام ده الحقيقة لازم يبقى واضح مع أولادنا اللي احنا بنتعامل معاهم، إن هو لما أنا بأخطئ إيه العواقب اللي بتحصل. مش معنى كده إن كل خطأ وراه عقوبة، مش معناه كده أبدا، لكن بيبقى مفهوم إن في نتائج، والنتائج دي لازم الأولادنا يبقوا متفهمين معناها إيه قبل ما يبقى العالم يفرض عليهم هم نفسهم نتائج تصرفات مش صحيحة. نعلمها لهم في البيت الأول، إن أنا بقول لك يا ابني ده الحدود بتاعتك، لما تتجاوز كده خد بالك أنت بتعرض نفسك لأن أنت تتحمل نتيجة أنا محبش أن أنت توصل لها. الحاجة اللي بعد كده، زي ما أنا بقول له نتائج الخطأ بالسلطان هيبقى إيه، أيضا السلطة دي من عملها أن هي تكافئ العمل الجيد. السلطة مش مجرد أن أنا عاقب بيها وبس، لا، السلطة كمان أن أنا أكافئ، أنت مشيت على اللي قلت عليه، أنت عملت كذا، فبالتالي أنا مبسوط أن أنت قطعت التزمت، فبالتالي المكافأة دي أنت هتحصل عليها. ده جزء أيضا من عمل السلطة. عمل السلطة أيضا هذه الأداة اللي بتخلينا نقول لأ، وما نخافش أن احنا نقول لأ. أحيانا بنخاف من استخدام كلمة لأ، ولما أولادنا بيعترضوا أو يحسسونا كده أن هم مش مرتاحين أو مش حابين الكلمة دي، فنحس أن احنا لأ، خليني أخذ العصاية بقى وحطها على جنب كده وخلاص يا حبيبي اللي يرضيك واللي انت عايزه عشان ما تزعلش. الحقيقة احنا لما بنعمل كده احنا بنسيء لأولادنا، لأن في وقت لازم نقول فيه لأ، بغض النظر هو أو هي هينبسط ولا مش هينبسط، ده موضوع تاني. في مرة عملوا كده زي سيرفي على مجموعة من الشباب اللي هم تخرجوا من الجامعة واشتغلوا ونجحوا جدا، فسألوهم على أكتر حاجة هم فاكرينها لأهلهم ومقدرين أهلهم بسببها. الغالبية منهم قالوا إن أكتر حاجة دلوقتي بعد ما احنا كبرنا واشتغلنا وفهمنا مقدرينها جدا جدا لأهلنا هي المرات اللي قالوا لنا فيها لأ، رغم ان احنا في الوقت ده كنا مش عاجبنا وبنعترض، ويعني ممكن ان احنا نظهر استياءنا وعدم محبتنا، بس في الاخر لما كبرنا وفهمنا فبنقول كتر خيرهم ان هم كان عندهم من الشجاعة ومن الرؤية ان هم يقولوا لا ده مش مظبوط. عشان خاطر اداة السلطة دي تبقى شغالة صح، احنا قلنا معناها لازم نعرف حدودها ايه. حدودها ان كل ما الولاد بيكبروا في السن ويوصلوا عند سن معين، كل ما العصايه دي لازم يقل استخدامها شوي. ما ينفعش ان انا يبقى السلطه دي او القدره على العقوبه والمكافاه تستمر في اي سن، ان ابني بقى في الجامعه او مثلا حتى اتخرج من الجامعه ولسه بعاقبه ان انا باخد منه التليفون. الكلام ده الحقيقه مش المفروض يحصل خالص. في الوقت ده استخدام الأداة بالشكل ده بيؤدي إلى نتائج عكسية. يبقى السلطة دي أو الأداة دي بتستخدم كتير قوي قوي ولادنا صغيرين. أنت هو لسه طفل ولا لسه يعني حد صغير، إحنا رايحين إحنا جايين هنعمل هنسوي، أنا ليا مطلق السلطان واستخدم هذه السلطة عشان خاطر أعلم ده صح ده غلط، لما تعمل الصح هتتكافئ، لما تعمل غلط هيبقى فيه عواقب، وما خافش ان انا اقول لا، بس ابقى فاهم ان كل ما ابني او بنتي بيكبروا كل ما فكره السلطه دي لازم تتراجع خطوه خطوه كده. عشان نفهم اداه السلطه دي صح لازم نعرف احنا عرفنا معناها. السلطه ليس معناها الاتي، عشان احيانا بيبقى الفهم بتاعنا احنا في حاجه مش مظبوطه. اول حاجه، السلطه ليست معناها العنف او القمع أو الإهانة. السلطان مش معناه إن أنت عشان صوتك أو صوتك أنت أعلى وأنت أكبر فإن أنا أقدر إن أنا أضربه فأضربه، أقدر أهينه فأهينه، أقدر إن أنا يعني أفرض حاجة بشكل تعسفي فأنا أعمل كده. لا، ده مش سلطان هنا.
ده أصبح هنا الموضوع فيه بقى يعني كده يعني قسوة، وده ما يليقش بهذه الأداة. الله له مطلق السلطان، ورغم كده ربنا الحقيقة لا يستعمل هذا السلطان إن هو يقهر إرادة الناس. الحاجة الثانية، السلطة ليست معناها سلب الإرادة وإلغاء الشخصية. يعني إيه؟ من حق ابني أو بنتي إن هو يقول أنا مش عاجبني وماله، إحنا اتكلمنا وأنا شرحت وإنت مش عاجبك، بس في الآخر أنا قلت لك وجهة النظر واللي قلته ده هيمشي. ما أقدرش أقول له إيه؟ لا، اوعى تقول مش عاجبني، أو لما يبقى دخل قطه زعلان كده أقول له تعالى هنا، أنت إزاي تمشي من قدامي زعلان بالشكل ده؟ لا، من حقه إن هو ما يرتاحش ما ينبسطش وخلاص، إتس أوكي، بس في الآخر هتعمل اللي بقول لك عليه. ده موضوع وده موضوع تاني. إلغاء الشخصية إن أنت مش من حقك تعترض، مش من حقك حتى أنك تقول إن أنا زعلان أو متضايق. ثالث حاجة، أداة السلطة ليست موضوع الهدم وتدمير الآخر، إن أنا يعني أتسلط عليه ويبقى يعني حتى لو هو يعني تعب انكسر مش مهم، المهم في الآخر اللي أنا بقوله يحصل. في الوقت ده أصبحت الأداة بقت تعبير عن ضعف فيا، مش موضوع عشان أساعد به الآخرين. السلطة أيضا ليست أداة تستخدم وحدها. ما ينفعش كل اللي بيربطني بولادي أو كل اللي بيربطني بالناس اللي هم حواليا هو السلطان. أنا طول الوقت بمشي الحاجة بالقانون، ما تمشيش كده. لو استخدمتها لوحدها هتأذي، لازم يستخدم مع الأدوات الثلاثة اللي احنا اتكلمنا عليهم دول. طيب، يبقى احنا قلنا ايه معنى هذه الأداة السلطان، وازاي في حاجات مش معناها مش صح. نيجي بقى نتكلم على ايه اللي بيحصل في وجود سلطة متعقلة، أداة بتستخدم بحكمة. أول بركة من بركات هذا السلطة إن يبقى في حدود واضحة لكل شيء. إحنا أحياناً إحنا الكبار نتذمر من القوانين، فنيجي نقول إيه؟ قوانين كتير قوي في الكنيسة، اعمل وما بتعملش وصح وغلط وشمال ويمين. ورغم إن إحنا وإحنا أحياناً نعترض، تخيلوا إحنا لما بنروح مكان كلنا والمكان ده يبقى مفيش فيه أي حدود، كل واحد بيعمل اللي بابا داله، بنشعر بإيه؟ بالتوتر والقلق وحساس كده بعدم الارتياح، فنرجع نقول إيه؟ لا، الوضع ده مش وضع سليم. عشان كده أحباء، فكرة السماح بكل شيء علشان خاطر محدش يزعل في الآخر بيؤدي إلى إيه؟ إن كل الناس بتزعل، لأن مفيش حاجة واضحة، مفيش حدود واضحة. إحنا أحياناً قوي نقول مثلاً السواقة في مصر، السواقة في مصر إحنا كلنا عارفين السواقة ماشية إزاي، كل واحد بيعمل ما بداله، مفيش أي حاجة بتحكم أي حاجة، كل واحد بتصرف زي ما عايز. في الآخر الكلام ده رغم إن هو هايس كده بس بيتعب وبيخلي الناس تحس إن بالتوتر، لأن أنا مش عارف أولي وأخري ومش عارف اللي حواليا يعملوا إيه. في وجود السلطة الواضحة في حدود لكل شيء، في غياب السلطة أيضا في مشكلة تانية. الحاجة التانية، في وجود السلطة المتعقلة الواضحة في حتة الإحساس بالسلام والشعور بالطمأنينة. صدقوني حتى أولادنا وهم بيعترضوا ومش عاجبهم، بس في الآخر بيبقى عارف إن الناس دول في البيت بيحافظوا عليه لأن في حدود واضحة. حاجة غريبة قوي لاحظوها في الأطفال الصغيرين، ويمكن تشوفوها أحياناً، تلاقي الطفل الصغير أبوه أمه حاطينه ممكن في زي كده هدوم لفينها عليه لدرجة أنه هو حتى مش قادر يطلع دراعه، الطفل الصغير أوي لسه مولود. طب إيه القصة؟ القصة وجدوا أن الطفل بيشعر بالأمان وهو ملفوف أوي كده متكلفت كده حتى هو مش قادر يحرك دراعه، ووجدوا أن الطفل اللي بيعرى مجرد انه يعرى عشان يغيروا له هدوم بيشعر بالخوف ويشعر بعدم الامان. قد ايه الحته بتاعه الحمايه اللي جايه من السلطان دي، اللي هو دي حدودك، فبنفس فالانسان يحس بالطمانينه. في وجود السلطه ايضا يا احباء في حته التعود على الخضوع. لما الطفل بيكبر وهو ما تعودش انه يخضع لابوه امه او الناس، ما بيعرفش يخضع لحاجه او لحد،
فيبقى طول الوقت في إحساس بالتمرد على السلطان. كل حاجة فيها سلطان تضايقه، البلد فيها سلطان يضايقه، الشغل يضايقه، تعامله مع الناس اللي هم مثلا ممكن يبقى له سلطان عليهم مثلا في خدمة أو في كنيسة أو في عمل، كل الكلام ده يحسسه كده بالمضايقة. الإنسان اللي يعرف يخضع للسلطان يعرف يقود الآخرين أيضا، وفي غياب هذا الخضوع بيبقى الإنسان ما يقدرش على القيادة تماما. يعني في غياب الأداة دي، السلطة المتعقلة دي، يحصل إيه بقى؟ أول حاجة يحصل نوع من التشويش والفوضى، والفوضى بتوتر على كل المستويات. والفوضى يا أحباء لما تبتدي ما تخلصش. بمعنى إيه؟ لما المجتمع سمح لنفسه أنه يبقى فوضوي من ناحية مثلا إيه؟ سلطان الله والكنيسة، نجد النهاردة أن حتى العلم ليس له سلطان. واحد يطلع يقول أنا واحدة ست، وواحدة ست تقول أنا واحد راجل. كم من الفوضى والتشويش ليس له أول من آخر. والبداية من البداية خالص هي رفض سلطان الله وسلطان الكنيسة والكتاب المقدس. في غياب السلطة الفوضى تعم، والفوضى مش بس على مستوى الأشياء، على مستوى النفوس. الإنسان يبقى فوضوي، لا يتعلم الخضوع، يكبر وهو بيعيش بالطريقة دي ولا يكون لهذه الفوضى نهاية أو حد. في غياب السلطة أيضا يأتي غضب الله على أبناء المعصية. إيه مشكلة عالي الكاهن مع أولاده؟ مشكلة عالي الكاهن مش إن أولاده وحشين، ما ممكن يبقى إنسان قديس وأولاده وحشين. طب ما جي بعد عالي صموئيل، وصموئيل كان أولاده وحشين، إيش معنى عالي تعاقب وصموئيل ما تعاقبش؟ الحقيقة مشكلة عالي إنه ما استخدمش السلطان بتاعه عشان يوقف الكوربشن والفساد بتاع ولاده. عالي هو أب في البيت، ولكن هو رئيس كهنة في الهيكل، وولاده دول كهنة صحيح، هم ولاده في البيت أيضا، ولكن هم أيضا كهنة بيعملوا تحت رئاسته. عالي سلطانه هو عمله كده، يعني حطه على جنب، خلاص يا ولاد ما تعملوش كده. ولاد إيه وما يعملوش إيه؟ ده أنت رئيس كهنة، من حقك تعزلهم بسلطانك الكنسي، ولكن ما عملوش كده. عشان كده ربنا لما تكلم وقال أنا هعمل فعالي عمل كل يسمعه تطن أذناه. وصمويل بيسمع، ليه يا رب هتعمل فعالي كده؟ قال له لأن هو عرف عن أولاده أن هما بيخطئوا ولم يردعهما، ما وقفهمش عند حدهم. في غياب استخدام السلطة يجي ربنا يسألنا، أنا اديتك أداة اسمها السلطان بتاعك كأب أو كأم، عملت بيه إيه؟ حطيته على جنب تحت بند بس نرضي العيال واللي هم عايزينه يعملوه. الحقيقة الكلام ده بيضر أكتر ما بيفيد. يبقى دي الأداة الأولى اللي بتستعملها المرأة الفاضلة الشطرة اللي بتشتغل بكل حاجة، أداة السلطة المتعقلة. الأداة الثانية أحباء اسمها أداة الإقناع. والإقناع أداة مهمة وضرورية ولازمة وصعبة. احنا قلنا ادوات السلطه دي، اداه السلطه بتستخدم من اول ما الطفل يتولد، تعالى هنا روح هنا، حتى وهو لسه مش فاهم حاجه اقدر اقول له لا ما تعملش كده، هات الحاجه اللي في ايدك دي. اداه الاقناع بقى محتاجه وقت شويه عشان تبتدي، لازم الطفل يكون ابتدى يفهم وابتدى يدرك ويعقل عشان اعرف اتكلم معاه واحاول اوصل له معنى معين. عشان كده اداه الاقناع بتستخدم بعد اداه السلطه، بعد ما يجي السن ان الطفل ابتدى يفهم. الحاجة التانية ان احنا قلنا اداة السلطة دي لما يكبر الطفل في السن ويبقى شاب كده نبتدي نحط الاداة دي على جنب كده شوية. الاقناع بقى بالعكس، هو صغير اداة الاقناع مش شغالة لانه مش فاهم حاجة، بس كل ما يكبر كل ما نستخدم الاداة دي اكتر واكتر واكتر واكتر. والاداة دي يا احباء ما بتقفش خالص، مفيش سن نقدر نقول بطل تقنع ابنك أو تحاول تتفاهم معاه أو توصل له معنى، لا، تفضل طول الوقت بتحاول أن أنت توصل له معنى ويفهمه. الحاجة كمان نفهمها عن هذه الأداة أن الأداة دي مش أداة اللسان، أن أنا عندي قدرة لفظية فأعرف أتكلم وعندي حجة، لا. الحقيقة أكتر حاجة بتقنع الناس هي مخافة ربنا.
معلمنا بولس الرسول يقول لأهل كورنثوس كده: وإذ نحن عارفون مخافة الله نقنع الناس. أنت عايز تقنع ابنك أو بنتك بحاجة، عيشها قبل ما تقولها. إحنا ممكن نتكلم من هنا للسنة الجاية على أهمية الصلاة والصوم، وفي الآخر هو هيشوفني أنا بعمل إيه. مرة كان في طفلة يعني عندها تقريبا 10 سنين وكانت جاية تعترف، فعلى باب الأوضة بتاعت الاعتراف فالباب اتفتح، فأنا شايف إن هي مامتها بتحاول تزقها والبنت بتحاول تزق مامتها عشان ما تدخلش. فلما دخلت البنت فقلت لها: مالك مش عايزة تعترفي؟ قالت لي: لا أنا مش بحب أعترف. قلت لها: طيب أنت مش بتحب تعترفي ليه؟ فالبنت كانت ذكية، قالت لي: هو الاعتراف ده مهم؟ أنا بتكسف. فقلت لها: آه الاعتراف مهم. فقالت لي: طب ما ماما مش بتعترف. طبعا هي هنا حطت المناقشة وقفتها، لأن في الآخر هي عندها حق، لو الاعتراف ده مهم طب ماما مش بتعترف ليه؟ عشان كده خدوا بالكم يا أحباء إن أحيانا إحنا بنقعد نناهد مع العيال، هم مش قادرين يقتنعوا باللي إحنا بنقوله لأنه مش متعاش. أجي أقول له: إيه اسمع كلام أبونا، روح أقعد معاه وشوف هيقول لك إيه واسمع كلام. طيب ماشي، طب أنا قبل ما أقول له اسمع كلام أبونا عملنا إيه؟ رحنا الكنيسة وسمعنا التنبيهات، والولد سمع أو البنت سمعت التنبيهات اللي اتقالت، وشافوا إحنا بنتجاهل التعليمات دي تماما. أبونا بيقول شمال يمين يمين شمال، وعندنا والصيام، وفي الكلام ده في الآخر بنطلع نعمل اللي إحنا عايزين. إحنا لما بنعمل كده بنوصل رسالة لأولادنا، المضمون بتاعها إن الكنيسة تقول زي ما تقول وإحنا بنعمل زي ما نعمل. أنت ما قلتلوش كده، بس أنت وصلت له الرسالة دي. فعشان كده لما تيجي تقول له إيه، الكنيسة بتقول لك، أبونا بيقول لك، سيدنا بيقول لك، هو من ذهنه في ذهنه ما الكلام ده إحنا عارفين إن إحنا ما بنعملوش، والكلام اللي أنت بتقوله لي ده عايزني أسمع كلام أبونا وأسمع كلام الكنيسة، ما أنت ورتني بالمثال إن الكلام ده ما بيحصلش. كم مرة قلنا مثلا تنبيه نيجي بدري عشان نحضر القداس بدري، ولادنا سمعوا الكلام ده وبعد كده جبناهم على آخر لحظة ودخلناهم على المناول. حاجة صغيرة بس اتفهمت خلاص، الكلام اللي بيتقال على المنجلية ده حاجة كده يعني شكل، ولكن الحاجة اللي بتتعمل حاجة تانية. الإقناع أيضا عشان نقدر نقنع أولادنا لازم يجي قبليها الاختيار الثابت والتعليم الواحد، إن أنا اختياري محدد وواضح طول الوقت. يا ترى لو أنت مثلا كلنا عملنا أسئلة نبعتها لأولادنا ويجاوبوا الأولاد عليها من غير ما يسألونا، اللي هو إيه؟ يا ترى لما هيجي الصيام بابا وماما هيصوموا ولا لأ؟ يا ترى لو إحنا برا البيت هنتصرف أكننا في الكنيسة ولا هنتصرف بطريقة تانية؟ يا ترى لو إحنا في الأجازة هنعمل إيه؟ يا ترى لو في حد مش عاجبنا بنعمل معاه إيه أو بنتكلم عليه إزاي؟ الحاجات دي أحياناً الولاد ممكن يشوفوا إن إحنا كل موقف له تصرف، ففي الآخر لما تيجي تقوله على تصرف معين أو على تدبير معين فيجي الطفل يتلخبط، أنت عايز نعمل إيه بالظبط؟ أنت عايز تقنعني بإيه بالظبط؟ ما احنا كل موقف وكل طريقة وكل وقت وله كلام خاص بيه. الإقناع أيضا يا أحباء يسبقه فكرة المعرفة، إنك تبقى عارف بتتكلم على إيه قبل ما تتكلم معاه. أحيانا أولادنا يحسوا كده إن أنت بتتكلم في موضوع وما أنتش فهمه أو ما أنتش فهماه، ما أنتش عارف أوله وآخره فين، ما أنتش حاسس بالمشكلة اللي هو بيعاني منها. عشان كده فكرة إن احنا نتعلم أولا ونفهم وندرس ونسأل عشان لما نيجي نكلم ولادنا يبقى عندنا قدرة أفضل على الإقناع. الإقناع أيضا يا أحباء يلزموا مرجعية. مرجعية يعني إيه؟ أنا وإنت لما نختلف بنرجع لإيه عشان نتفق؟ أحيانا كتير قوي بتبقى المرجعية عشان أنا قلت كده، طب وإنت قلت كده، طب معنى كده إن ده صح؟ أو عشان إحنا تعودنا نعمل كده، أو عشان إحنا في مصر كنا بنعمل كده، أو عشان هم قالوا لنا، أو أهلنا ربونا. كل الكلام ده غير مقنع لحد خالص. أنا مش ماليش ذنب إن أنت تربيت بالطريقة دي، أو إن أنت جاي من مصر، أو إن أنت فكرك بالشكل ده. المرجعية لازم تبقى كلمة الله وتعليم الكنيسة، وأنا ألزم نفسي بيهم قبل ما ألزم ولادي. فالكلام كده لما أقول له حبيبي الكتاب المقدس ما بيقولش كده،
أو الكنيسة ما بتقولش كده، ده يبقى شيء مهم. أحيانا الولاد يجرجرونا على مرجعية الناس بتعمل إيه، ويقول لك كل الناس اللي في الكنيسة بتعمل كده، ده الحفلة الفلانية دي كان فيها حتى أولاد الخدام. هو معنى إن الناس مش بتسمع التعليم معنى كده إن هو ده يبقى صح؟ هل هي المرجعية بتاعتنا هو تصرف الناس أيا كان هم مين الناس دول؟ لا طبعا، المرجعية بتاعتنا هو الحقيقة، يعني تعليم الكتاب المقدس، تعليم الكنيسة، ده اللي احنا عايشين بيه وعايشين عليه. ولكن فكرة أحيانا احنا نقف كده ومش عارفين نرد نقول لهم إيه، ده بيقول لي أصحابه في الكنيسة بيعملوا كده. إيه يعني أصحابه في الكنيسة بيعملوا كده؟ هي الكنيسة يعني كلها، يعني احنا كلنا قديسين ولا احنا كلنا خطاة ودينا بنتعلم وبنلخبط؟ فمش مرجعية ان كل الناس تعمل كده. يعني الإقناع أيضا يلزمه القدرة على استعمال الصور التوضيحية. السيد المسيح كان يقول أمثال كتير قوي، يقول لهم طيب عايز يتكلم على التوبة، إنسان كان له ابنان، يتكلم على مثلا ابن الضال، أو يتكلم على وكيل الظلم عشان يتكلم على الإنسان يبقى أمين. حكايات كتير قوي بتوضح عشان يوصل للناس معنى ويفهمهم اللي هو عايز يقوله. آخر حاجة في دل في أداة الإقناع، إن إحنا لا يمكن نقنع الناس بحاجة إحنا ما عشناهاش أو مش بنحاول فيها. لما أجي أحاول إن أنا أقول له مثلا إن أنت تبقى أمين يا حبيب، يا ترى الأمانة دي شيء في جهادي أنا ولا لا؟ خلي لسانك حلو، يا ترى المحاولة دي بتتعمل من عندي؟ اوعى تكذب، اسمع الكتاب المقدس شوف بيقول لك ايه. كل الكلام ده لو انا ما عنديش خبره شخصيه معاه فبيصبح كلام ملوش ثقل، ملوش وزن، ملوش عمق، لانه مش متعاش او كلامه خلاص بنقوله يعني عشان بس المفروض نقوله. يبقى قلنا اول وسيله، اول اداه في يدين المراه الفاضله هو وسيله السلطه، تاني حاجه وسيله الاقناع، ثالث حاجه اداه الداله. يعني ايه الدالة؟ كده باختصار الدالة هي الخاطر، المحبة اللي بيننا وبين بعض. الحقيقة المحبة دي ما بتجيش بين يوم وليلة، بتيجي بالوقت الطويل وإحساس الطفل ده إنه محبوب فعلا حقيقة. يعني الدالة دي بتخلي إن الأب أو الأم لما تيجي تقول لابنها أو بنتها أنا زعلان، الطفل ما ينامش بالليل، ما قدرش إلا زعل ماما ولا زعل بابا، مش عشان أنا خايف بس عشان خاطر أنا ما استحملش زعلهم. حتى دي هو لو إحنا بنقول إيه، في مقياس تقيس بيه إذا كانت الدالة دي موجودة ولا لأ، هو إن زعلك أو زعلك عند ابنك أو بنتك يساوي كتير خالص. الابن اللي يشوف إن زعل أمه أو أبوه ما يفرقش معاه، ازعل خاصم أحسن ريح، يبقى في الآخر الحقيقة الدالة دي مش موجودة وأنا ما نجحتش إن أنا أبنيها بيني وبين ابني أو بنتي. الدالة دي بتيجي أيضا من تكوين الصداقة من الصغر، حتة الاحترام. ممكن أزعل منك وممكن إن أنا أعاقبك، ولكن لا يمكن أقل احترامك أبدا، لأن الطفل لما يحس إنه دايما محترم حتى وماما زعلانة وبابا زعلان، ازعل زي ما أنت عايز، عاقب زي ما أنت عايز، بس ما تهنوش، ما تصغروش، ما تخلوش يحس إنه هو ملوش قيمة. دي حاجة تانية خالص، دي بتهد الدالة تماما ان اولادنا يحسوا ان هم يعني مش محترمين في البيت. الداله بتيجي من المحبه المتوازنه. التدليل ما بيعملش داله. الطفل المدلل اللي هو كل حاجه عايزها بيعملها بيكبر ناقم ومتمرد، حاجه غريبه قوي. ليه؟ لان الداله دي او المحبه دي محبه ضاره، فما بتخليش فيه حته الخاطر، بتخليه يكبر يحس ان هو انا انتايتلد، يعني أي حاجة عاوزها المفروض يدهاني، فبالتالي ده واجبك، أنت مش بتمن علي، ده المفروض أنت تعمله، مش أنت بس، أنت وكل الناس اللي بتعاملوا معايا وربنا included. فعشان كده ما بتعلمش فكرة المحبة دي، حاجة متبادلة، إن ده من كرم بابا أو ماما إن هم بيعملوا معايا كده. الدالة بتتبني أيضا من العمل اليومي، من تعاطف وتشجيع وتواجد. لما الطفل يبقى مثلا في مشكلة أجري كده وأشوف مالك يا بابا، في إيه الحكاية، تعال نقعد نتكلم، ما عنديش أهم منك، ما عنديش أهم منك. الدالة دي أحباء مش بس أداة بنستعملها ما بيني وبين ولادي، أيضا ما بيني وبين جوزي، إن يبقى في بيننا نوع من المحبة والتعاطف والاحترام اللي يتيح لنا إن إحنا نحل مشاكلنا. أحيانا في مشاكل بتتحل بمجرد
ان انا مش عايز ازعل فلان، او خاطر فلان ده كبير عندي خالص فانا ما استحملش ان هو يغيب عني. الدالة دي اداة بتاخد وقت عشان تتبني، بس لما بتتبني بتبقى قوية جدا جدا، وبتفضل عايشة بيننا وبين الناس سنين طويلة خالص. اخر اداة هي اداة الصلاة. الاداة الصلاة دي ادايا بتبتدي ولا تنتهي، من الادوات المعمرة يعني، اللي هو من اول ما الطفل يتولد لغاية اخر يوم في حياة الاب والام او في حياة اي انسان يقدر يستعمل الاداة دي في كل شيء. الاداة دي لا يمكن رفضها من اي حد. السلطة ممكن تقف، الاقناع ممكن ما يجيبش نتيجة، الدالة مش موجودة، يفضل لي الاداة دي اداة الصلاة. احنا عارفين القديسة مونيكا وبنطوبها، لان هي كل حاجة في الادوات فشلت، لا سلطانها قدر يخصب ابنها اغسطينوس على الصح، ولا قدرتها على الاقناع وصلته ان هو يبقى يعني يمشي مظبوط، ولا المحبة اللي بينها وبينه خلته غير رأيه، ولكن صلواتها في الاخر وصلته ان هو يبقى انسان قديس. عشان كده شوف واحد زي صموئيل النبي، لما جم الناس في اسرائيل وقالوا له ايه، قالوا له انت كبرت خلاص، وبعدين يعني احنا مش عايزينك ان انت تشتغل معانا، شوف لنا ملك. اكن بالظبط ولد او بنت راحوا للاب او الام وقالوا له شكرا احنا مش عايزين منك حاجة. صموئيل قال لهم حاضر اللي انتوا عايزينه نعمله. وبعدين لما سألوه بقى طب انت تعمل ايه، فقال لهم الآية الجميلة دي، قال لهم اما انا فحاش لي ان اخطئ الى الرب فاكف عن الصلاة من اجلكم. انا شغلتي ما بتخلصش لان الصلاة ما بتوقفش، انا في اي وقت اقدر اقف كده، والقلق اللي جوايا والخوف اللي جوايا والاحساس بان انا مش عارف اعمل ايه لابني او بنتي يترجم الى صلاة، وانزل كده على ركبي واولع له شمعة في البيت قدام ايقونة واقول له يا رب انظر الى الطفل ده او الشاب ده وتكلم في قلبه. الانسان اللي بيعرف يصلي يا احباء لا يقع في اليأس ابدا، عنده دايما حاجة يقدر يلجأ اليها ويجد فيها راحة. زي ما قلنا في بداية كلامنا النهاردة، المرأة الفاضلة امرأة شاطرة عارفة ادواتها وبتستخدمها صح. كلمنا النهاردة على اربع ادوات في الرعاية: اداة السلطة، اداة الاقناع، اداة الدالة، اداة الصلاة. ربنا يعطينا امانة في استخدام كل الادوات، لإلهنا المجد الدائم الى الابد امين.